للوهلة الأولى يخيل إلينا أن هذه النبتة هي نبتة القنب الهندي لشكلها ورائحتها، ولكن الحقيقة غير ذلك. هذه هي نبتة القنب الصناعي، والاختلاف الكبير يكمن في أن نسبة رباعي الهيدروكانابينول منخفض إلى 0.2%. يمكننا أن ندخنها دون تأثير مخدر. زراعة القنب الصناعي تتم بشكل قانوني، وقد عاودت الظهور في فرنسا بعد قرون من الغياب. حين نستعرض التاريخ القديم نجد أن القنب الصناعي كان يستخدم في صناعة الحبال، وهنا نذكر كريستوف كولوم الذي عبر المحيطات بفضل القنب الصناعي قبل أن نكتشف صناعة القطن. وعلى عكس القطن، لا تتطلب زراعة القنب الصناعي المياه أو المبيدات الحشرية. في السنوات الأخيرة تثير زراعة القنب الصناعي المزيد من اهتمام المزارعين في فرنسا، وهي طريقة تهدف إلى تنويع المزروعات وإطراء وتخصيب الأتربة. هناك مبرر اقتصادي، لأننا نهتم بامتلاك زراعة يمكن أن تحدث تحولا على المستوى المحلي وأن يكون لها تأثير عليها، وهذا أمر يهمنا لاستخلاص قيمة مضافة. لهذه الزراعة استخدامات في مجال التغذية والنسيج ومواد التجميل وحتى قطاع البناء. هذه قشة القنب، ونحصل عليها بعد سحق سيقان نبات القنب والتي تستخدم للبناء. سيباستيان بوغان يقوم ببناء منشآت باستخدام الخرسانة البيئية، انطلاقا من ألياف القنب الصناعي التي تمت زراعتها في منطقة سيماغن، وهي مادة مستدامة ونظيفة. هنا يتم بناء مدرسة باستخدام خرسانة من ألياف القنب. إنها ليست مجرد ورشة صغيرة في مكان معزول بالريف، إننا نقوم بتشييد بنايات ضخمة. نحن نتقن البناء باستخدام وسائل بيئية تحافظ على المحيط، كما أننا نبين أن هذه الوسائل تناسب قطاع البناء. هذا أمر مهم لأن هذه المشاريع هي التي تحافظ على البيئة. 17,000 هكتار من المساحات مخصصة لزراعة القنب الصناعي في فرنسا، وهو ما يجعل منها البلد الأوروبي الأول في هذا المجال.